السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على المشروع تاع التوسعة تاع مترو الجزائر باتجاه المطار وكذلك باتجاه براقي. وللعلم هذه الصور هذه راهي تعود الى 3 أشهر وتخص الاشغال في منطقة تاع باب الزوار، يعني لو ترونسون اللي يوقع ما بين يعني ترونسون بين واد السمار والمطار. واللي هنا نشوف جانب من الاشغال فيما يخص يعني الافاق تاع الانتهاء تاع الاشغال هذه. نقدر نقول باللي الجزء اللي يقع بين واد سمار والمطار يعني نسبه الاشغال به قاربت 90%، وسوف تنتهي الاشغال به يعني الاشغال تاع الهندسه المدنيه في بدايه العام الجاي تاع 2023. ويبقى الجزء تاع المترو اللي يقع بين واد سمار والحرش واللي فيه 4 محطات سوف تنتهي الاشغال به في بدايه السنه تاع 2024. فيما يخص الجزء الذي يقع ما بين عين نعجه وبراقي واللي فيه جزء منه في 4.5 كيلومتر وراهي الاشغال فيه حوالي 88%، وكاين جزء اخر وهذا الجزء هذا فيه 4 محطات ويبقى الجزء الاخير من هذا التوسعه اللي تقع داخل مدينة براقي واللي الطول تاعو هي 1.76 كيلومتر واللي مازال لم تبدا الاشغال به. اذا هذه هي لي دو ترونسون اللي راهم قيد الانشاء واللي بصفة عامة الاشغال نتاع الهندسة المدنية واللي تخص الاروقة لي غالري وكذلك المحطات بصفة عامة. نقدر نقول بلي الاشغال قاربت 85% على مجمل التوسيعات هذه. سوف نتطرق الى التوسيعات نتاع المترو الجزائر العاصمة بالجهة الغربية باتجاه باب الواد الى ولاد فايت في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.